السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا بداية لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس حتى تصلك جميع الفيديوهات الخاصة بنا. هذه الأرنبة هي في اليوم 26 من يعني من الحمل، ف26 يوم هي من بداية تلقيح هذه الأرنبة. فقمنا يعني بوضع لها الآن قمنا بوضع لها التبن مثل ما تلاحظ. فتبن يعني راح تقوم هي ببناء بيت الولادة به. فأنت لما تقوم يعني بالدخول في الخمسة أيام الأخيرة من قبل يعني ولادة الأرنب، فيجب تزويدها دائما بالتبن، لأن التبن يعني راح تقوم ببناء به بيت الولادة. حاليا يعني الأرنبة هي تقوم بأكل بعض التبن، فأنت راح تقوم بتزويدها يعني حتى تقوم ببناء بيت الولادة. لاحظ معي هنا لدينا يعني لدينا هذا البيت الذي ستقوم بالولادة فيه، فأنت راح تقوم بتزويدها. وهي إذا تحركت يعني غريزة الأمومة لديها ويعني تبدأ بناء خبرة يعني في الولادة، لأن هذه الأرنبة يعني هي أرنبة بكر، يعني هي أول ولادة راح تكون لها، بالتالي فلربما يعني الأرنبة راح تقوم ببيت يعني ببناء العش، وربما لا تقوم بعملية البناء. فنحن راح نقوم دائما بتزويدها بالتبن، يعني دائما نقوم بتزويدها بالتبن إلى غاية اليوم يعني إلى غاية الولادة. أنت راح تقوم بتزويدها دائما بالتبن. الآن هي تقوم بأكله، فلما تشبع يعني وربما تحرك لديها الغريزة، فراح تقوم ببناء العش بها بأخذ هذا التبن إلى داخل الولادة. معروف بأن الأرانب يعني تقوم بالولادة في الفترة ما بين 29 يوما من بداية التلقيح إلى غاية 32 يوما. 33 يوما المفروض يعني تقوم بطلق اصطناعي، فلربما يعني يحدث لها تحجر في الأجنة. اليوم 34 يجب يعني إجباري أنك تقوم بحقن طلق اصطناعي، وإلا ستودع الأرنبة الخاصة بك. فنحن يعني راح نقوم بتزويد هذه الأرنبة بالتبن إلى غاية يعني 30 يوما، وسنرى إن شاء الله يعني تحرك لديها الغريزة يعني غريزة الأمومة حتى تقوم يعني ببناء العش الخاص بها، وراح يعني تقوم بإرضاع الصغار، يعني إن شاء الله يعني تقوم بهذه العملية. فدائما يعني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة حتى يعني تصلكم جميع الفيديوهات المتعلقة بتربية الأرانب وبالأخص يعني هذه الأرنبة. إن هل لكم قناة نلتقي إن شاء الله فيديوهات مقبلة. ذلك حين أستودعكم الله تعالى ودعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.